وصلنا مع حضراتكم للمباراة الثالثة والأخيرة واللي جمعت فريق المصري البورسعيدي مع النادي البنك الأهلي تحت قيادة فنية جديدة وأولى للكابتن طارق مصطفى على ملعب الجيش ببرج العرب. عنوانها الأول والأخير الرجل المناسب في المكان المناسب. الحقيقة من زمان قوي قلنا هنا في صباح اون تايم فريق البنك الأهلي معاه سكواد مميز، ولما كان ضيفنا اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي اتكلم عن قوة الميركاتو، والحقيقة ان هو ما كانش محتاج حتى يتكلم، الراجل عامل ميركاتو بدري قوي ومخلص بدري، ومع وجود مع مدير فني مجتهد وعنده فكر تدريبي كبير زي الكابتن طارق مصطفى، ده اللي كان فريق البنك الأهلي محتاجه. بنشوف نجاح كبير امبارح، فوز برباعية على النادي المصري البورسعيدي لعبا ونتيجة. انت بتتفرج على بنك أهلي تاني خالص امبارح، انت بتتفرج على فريق تاني شكلا وموضوعا ونتيجة. ممكن نتيجة المباراة على فكرة كانت توصل اكتر من كده. لو شفنا معاكم احداث المباراة، بيسجل المهاجم الشاب المتألق أسامة فيصل هاتريك، البداية كانت من اول دقيقة، بعدها بيسجل تاني بعد مرور ربع ساعة، وبعد كده بيضيف كريم بامبو الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني، وبيختتم أسامة فيصل الرباعية في الدقيقة 62 علشان يحصد بعدها رجل المباراة ويضيف أول ثلاث نقاط مستحقة لفريق البنك الأهلي قبل الدخول في فترة التوقف الدولي. أفتكر أنه البنك الأهلي يعني هيتغير كتير قوي شكلا وموضوعا مع كابتن طارق مصطفى بعد عودة الدوري، وهنشوف مستوى تنافسي كبير قوي خصوصا ما بين مجموعة المدربين اللي ماشيين بشكل جيد زي ما قلنا كابتن تامر مصطفى، كابتن عبد الحميد بسيوني، كابتن طارق مصطفى، كابتن طارق العشري، كابتن احمد عبد الرؤوف، علاء عبد العال، كلهم بيحققوا مكاسب كبيره في الجوله الاخيره من انديتهم. لكن اللي عايزين نتكلم فيه جزء مهم قوي، حتى تصريحات لما تيجي تتفرج على التصريحات الخاصه بكابتن طارق مصطفى، قد ايه الاحترام والتقدير للجهاز الفني اللي كان متواجد لقياده البنك الاهلي بقياده مستر بابا فاسيليو، وانه تحدث على انه الفريق كان كويس ولكن كان بيعاني بدنيا بشكل كبير جدا، وانه استلم الفريق ده كان مؤثر ومؤثر عليهم بشكل كبير قوي، وبيقول ان هم حطوا سيناريو المباراة والموضوع كان في النهاية في اتجاههم، وبيشكر الادارة ان هم ادوله الثقة. وعن التغيير في الفريق قال ان انا حاولت استفيد من خبرة ايمن اشرف في تقوية الدفاع، خليت كريم بامبو وابراهيم حسن واسامة فيصل يتحركوا بشكل كويس في قلب الملعب ومش في الاطراف فقط. دي التصريحات المهمة جدا اللي كابتن طارق مصطفى قالها، ودي بتأكد على احترام الجهاز الفني اللي كان قبله، وانه لسه عنده فكر تدريبي عايز يحققه وعايز يثبته مع فريق البنك الاهلي. طيب تعالوا نعيش مع حضراتكم محطات الكابتن طارق مصطفى التدريبية كانت عاملة ازاي خلال السنوات اللي فاتت. موسم 2014-2015 بدأ مدرب مساعد للكابتن حسن شحاتة في نادي الدفاع الجديدي قبل ما يتولى تدريب الفريق رسمي، وخاض معهم 19 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في 6 تانيين، تعادل في 7 مباريات وحصل على أفضل مدرب في الشهر مرتين. في الموسم التالي تولى منصب المدرب المساعد في نادي الزمالك قبل رحيله لنادي العروبة الإماراتي، حصل على أفضل مدرب في الجولة الثانية بدوري الدرجة الثانية الإماراتي وقادوا لتحقيق فوز كاسح على العربي ب10 أهداف دون مقابل، وحقق أفضل انطلاقة في تاريخ مشاركته ببطولة كاس رئيس دولة الإمارات، بعدها بيحقق 5 انتصارات متتالية بدور المجموعات. في موسم 2016-2017 بيتولى تدريب فريق الفجيرة الإماراتي وبيرحل في نهاية الموسم لوادي زم المغربي، وخاض معاهم 30 مباراة، فاز في 9 وخسر في 11 وتعادل في 10 لقاءات. وبعد كده بيتولى منصب في الجهاز الفني المنتخب مصر علشان يعاون الكابتن حسام البدري، وبعد كده بيتولى تدريب أولمبيك أسفي المغربي ويحقق نتائج مبهرة، منها الفوز على الرجاء بالثلاثية في الدوري، بيتعادل مع الوداد وينجح في إحراج كبار المغرب.
ده الكابتن طارق مصطفى بتاريخه المحترم المشرف، لسه عنده المزيد، لسه عايز يقدم شيء في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وبالتأكيد هو إضافة، وكل مدير فني مصري شاب متواجد هو إضافة وبصمة جديدة في عالم الساحرة المستديرة. بنتمنى له كل التوفيق.